أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. وزيرك الدين تيوقف تسومالي لان شيخ محمد حاجي آذن أيامان تدهفري مركز المعمور وي سيقارو يلان دونان هبلها كردقان قبالك تقدر تاسو يكو بران دونان دروس الديني غا مركز كنيو مددير سو سعودي ايا لغو ديساي اسكا وحوقبسو اما تبرعا دي سميين برشدي لبحري هانتي داسي لغو ديساي وحانا ايمي كلو قد بني يا برشدا سي اغسو قيب غاتان دي مها لغولا يي مركز كني اوكسو راعي دسمها نيلا ديساي وغاري سلحدان كونو دولار وحانا هالكاسي كهالي هبليه اسو دبرا دي غير دسمها ني مددي وسعودي مسؤوليتي كالمدى لقرب تاقنا مامولك قبالك تقدر يوسيرك دينتي يوقافت سومالي لان محمد حاجي آدن كواسو برشادة محسنين تاوغوبا قيني صور دم استران مركز المعمور وعلمان تا وجهي سيسة دحاب شاعين اينو وحا مرتين وغو عمان تا مرتي شرف تاقي ما هي شرفت يا كرامة داليه وهو قامين ايو ويسير كدين تا يو وقافة محمد حاجي آدن يو محايا غايدة يو فوق ربضان وقاليه يا حبلا عقي ما هي شرفت يا كرامة داليه عين المساحة وقرب ونفسنا ويمكا مهلمي أنا بو حرونو تاقين اينا لدين كم هادي لينو كسو قيب كركينا مركز كان عمرك ولو مسكت صن أنصار بالله نشري لكن وقت جديد وانقلت أيام على لوجو وريج مكان مركز المعمور هي لو بدري مجلس كان هلكوا مرة يوم وغرقان إلى سبحانه وتعالى ضدك بسي هلك سوى عرسي وش أي بشيء مشان إحصاءه وضد سبب أن كل اللي في مركز كان من المواصلات وحكم لها هوانك degan xafadan baraasa oo ah qayb ka mid ah magaalada waxaan ka wadaa baxsanta saddex meelo oo qaybiyo baraasa ma aqaan bay leedahay walaa waxa fadlan ahaatee ma yahay sanin meel afar mitir ah oo la isugu yimaado ma bay lahay kow way ka ahay labo sida aad ogtihiin ba haweenku waa meelaha in lagu tartamo imakaninka awoodaha doonayaa haweenka iyo caruurtu raacaan انت مرعاد لو سميه ان وخ لو دغو ان وخ لو شيغو ان ددنمدوده لخصو او امده كا قيب قاطا اما هيلان معلم بلاشه اما معلم كان لعق هلو دو و خدغايه waxay u baahdeen sidoo kale waxa jira dad dan yara oo aan heli karin qutuliyoom kooda dadkaasi waxay u baahdeen iyaguna meelo lagu ururiyo waxa ay qoodanayaa iyaguna waxay noqotay waxaan jirin sababahaas oo dhan markii ay isu tageen dee waxaan u baahanay meel aanu leenahay haweenka dhinac diineed iyo dhinac dadnimaba lagu dhiso bulshadan loogu shaqeeyo sababahaas ayaa kaliifay markaa markastan in la dhiso marka waxaan baaq idinku dilaynaa lacagta markiska iminka lagu leeyahay ama ka dhisan ha noqdo ama ka qabyada ha noqde oo shirkadu ka hadli doonto in nalala baari doono oo nalala bixiyo oo annagana naqabadeeda layska iyo dariinta laga dejiyo sida sharcigu sheegayna dee agsar badan laga helaayo qofka muslimka ah inta uu muslimka kale u gargaarayo isna ilaahayba subxaana watacaala naciisa ah marka in rays badan baa la saaran markiskana waa niman yahay danihii loo aasaasayna ma dhammaystirna saas baanu ba hadday dowladda tahay iyo hadday culimada iyo meel istaag joogaan tahay iyo hadday dadweynaha shacabka tahay
إن المركز كنت على لكن ودي صار يبغى أكون تو ذا يخبر الدود يبغى أحتركه ذا إن شاء الله تعالى ومدوا بفائديني قف كي ماشى هرا أم القشري إنه هل كيد الجليي أنت عليك كقير قاضنا إيانا تذكي يا هيد إن لجرب يستاهو وحوي الوكل صونا إنه وحوي الله شقينا يو وموضوع أساسي ومهم قضوا كل بعض وحين عادي هذا قد عينينا وهم بليينينا مالك إساس كل دقي تذكي الله واقع دمدي قدو رقيا دمر دمك بها أبطال سوء أشيبي ما أنت بسمها بلع ذا يقرح ذا لينو هسجوغنو مريه سنة بلعبمي تذكي كسو قيب قاتل إله وحين غبريينا صدق ذا أي لبحان صدق جاريين وغدقو وانت بسمها سي سعود الى يوم القيامه بدلو انتفاعه امغا لو بخيه هدا وبتفاؤل يد الديلوي البيت المعمور مركز المعمور انو عمر ان شاء الله تعالى تعمرتي سناي سعوته سنوات مئات السنين اينا الله سبحانه وتعالى وغبرينا قيبتا هدي بسمها لو دميسري أما هالنقطة كان دين دينتا الأولية وقفك الدينتا بحية دين اسمها الوحكوية لني أما قيبها عصبها هذا اللوبة هي المركز كله أنت عن يعني قصة عنا إن عدي كقيب قادتنا إلا وحيد الغبر يأينا إنو ميزانك حسنات كوتر يغنى صدقة جارية وغدقه وحنا نؤادي أدواب هنا إنا وحوية يوغسو تشيدين إنا تدكو حوية ميلي تشوغان با qofkii codka iyo muqaalkaasi uu gaaro inuu ka qayb qaato markuu u liito inuu faafiyo waayo waxa laga yaabaa markuu beeshajkiisa soo dhigo ama uu gudbiyo dad kale uu kula wadaago gurubyada dad wax bixinaya inuu gaaro laga yaabaa sadaqada iyo ajarkana waxba ku yeelanaya marka ama wax in lagu bixiyo ama in la faafiyo oo dadka la gaarsiiyo qaababka kala duwan waa nooc sadaqada ka mid ah سي إن شاء الله تعالى مشروع عاصر وقدما يسترمو أينو يسوكا شنو ولبنا قبله مشروع عن يقا هندسي يقا أبابولي بقالها غبضا يقا بحيي يقا مامولي يقا وحكدقي مركا كوي أولا لي تشري دمر كان كان اسمها لكا كوي تشري دي أولا لي إن شاء الله تعالى دمر كو والف دمر أساسية إن وقت اللي قال يانا مضان وحولا ليا لقاها الله تعليم تسيدي دبا هدي لنا قطانا شخص بابو حبرتي هدي قفت ما ربرتانا بوشا بابو حبرتي سيد رادد أي إبراهيم الحافظ عبد إبراهيم مقال الدساء وذكرنا إسان القيمة بطنيت وحيا هيد الأمم مدرسة ويدوى مدرسة وحويا عدة تعب جلسة وقت كوب حساء إسكرب تابت كرو قادة وقوب بشدن لما يستروي وحنا ما تمركز كي يقول الله متك هبله إنه عيد بركو بتين يا هل كانوا قرآن هين كبلا بأردن كي يغليلني وحيت سالمي ورالي أن أمد إنه هل كي مرة يسوي وناك إنه بررسية وحنا هاي هل إسكرب تابو هل ديري كلي وحنا كذا بحيا مركز كانوا ودس ميا وانو دم يسترني دوانا قف ما أنت وحكو ترصد أنا يسقى أبا الآخرين إذا الدنيا لا بد با وحوي ينهر مرصدي سواء عدنا بود دنين هين كخسارة دوا كما أنت يسقى وحي حيا إلهي أنا وافتشيني لا وحكبني ولا إنه وافتشيو إن نود عينو إن نديه جلينو آدي آدي هذا ما سنت مركز كا نهوي كوايدستين يبو أي أبا مشتين نهوشو ده يو برامج تعليم يبو أي دشتين إلهي سبحانه وتعالى أبركيه وحين أبنى هاي دولان ككلا دول أفكار له هذه على بكورون هاي قوة عن هواي كي يقويسس كي وحرجين هاي كهلوي أي كي جشرا سيدي طريق الصحراء أي نرش الصحراء هواي كي يقريه نباي وقلت أسمع هاي الله يدين بركيه تاني تحسن كي جتجيا مركز كم بيت المعمور ورنتي أركم إذا dadyowgii maalintii la dhagax dhigayeyna goobjoog oo ahaa maantana dad dhismaha quruxda badan qayb ka mid a ay noo dhisan tahay waxaan bulshada guud ahaan
خيرك جعل إنه قبائل إن دسر قرا ودم يستيرو ولا قيد قات وقف ولبوح وودي هديهن علماء يمراكيس هديهن كرعستو يأتي أي الدولة تبعي تهاي إن إنه كقيد قات نسيدي أي ودم يستير لاي الله يهن بركيه هدي رمضان تهاي هدي كرعستو تهاي الكساء أو كرعستا حتى آخر رمضان يهاي قيمها بدن أما مركز كان رونتي حبلها شرف بدن هو يورينكا أي مدرس الرعاية وما ترى وحقبت كيسي يغرح ديسي يشرف ديسي انت رأي نوم وغطر ولي أكون ضمين إن دلت المسلين تا خير كتعال ولا كتعال وح إلهي وهر مرسل عليا إلهي هدي لها يكبر ويكسر غير باطان قيبتا بلسان ولسان تهي دينا ولنقل إلهي لنكنا qaybtii dhibmaynta weli way dhiban tahay marka waxaan ugu baaqaynaa oo u sheegaynaa halkan uga soo gudbaynaa dadka muxsiniinta ah iyo cid kastoo khalifka jecel hadday ganacsato iyo hadday yihiin muxsiniin kalaba inay ka soo qayb qaataan markaskan runtii ahmiyad weyn ayuu u leeyahay gobolka Tarbeer ahmiyad weyn ayuu u leeyahay waxbarashada iyo aqoonta iyo diinta kor u qaadideeda waxaa lenahay walaalayaal ka soo qayb qaata ilaahay waxaan ku barayaa hawluunkaaga barakeeyo bulshooyinka muslimiinta ah ee meel kasta ay joogaan waxaan runtii ugu baaqayaa markaskan quruxda badan ee marka umadeenu meel kasto ay joogtaba muslimiinta ahay shaashadaha waxa ku qoran akoonada lacagta lagu soo shubayo ee waxa weyn lagu soo dirayo markaskan waa meel mudan in maal lagu bixiyo qofkii lacag bixinaya qofkii dhul bixinaya qofkii dahab bixinaya qofkii wax kale oo quality leh oo waxa weyn markaskan wax taraya bixinaya intaba way u furan tahay waxaan isleeyahay dadkii maalintii wax ku darsaday ma wada noola qaar baa maanta naga hooseeya waxaanu aaminsanahay ilaahay uu waafajiyey inay maanta iyaguna ku faraxsan yihiin waxaan aaminsanahay inay tahay asadka ay ku xisaabtamayaan waxaa laga yaabaa adduunyada inay wax badan oo kale kaga tageen waxaa laga yaabaa inaanay waxaa kale maanta ku xisaabtamaynin ama aanay talo ku lahayn laakiin wixii ilaahay waafajiyey inay maanta tahay asad ay ku xisaabtamayaan oo xoolo u ah oo waxtar u ah qofka maanta nool ee ina maqlaya fursad bay u tahay inuu ka faa'iidaysto oo wax ku darsado waxa weeyaan isagaa u ahay waayo wamaa tunfiqu min khayrin fa ina allaha bihi aliim إلهي سبحانه وتعالى إلهي بقى كورو كتاب خوصو بحصو إيا حداد سرعو بحصو إلهي سبحانه وتعالى سيعا كاقور هيا أكون كاقين البقول العظيم أرن كلا أنه يسلمني بي مركز كان الدواء وادسمي لكن وحي وحتر وطاعي حبلها هندسي كلمون وحتر وماها أرداد كل جانا يسا وحتر وماها كلمون وحي وحتر وطاعي كوان kow xubna sadayba muuqday oo ilaa qiyaamaha iyo maalinta uu u baahan yahay ku xisaabtamaya in ilaahay naar kaga xoreeyo oo sabada qaaliga ah ee aan la iibsan karaynin uu ilaahay ugu gooyo alaa inna salcatallaahi qaaliya alaa inna salcatallaahi janna maxamed siciid gaxnuug telefishinka horyaal burco